بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد، هناخد درس تقدير الأعداد الكسري. أول حاجة لما يجي يقول لي وضع أو عندنا هنا وضع الأعداد الكسرية على خط الأعداد، عشان أخلي الأعداد الكسرية دي تتحط على خط الأعداد في أنهي مكان؟ فأنا عندي مثلا هنا أول واحد بيقول لي 2 و2 على 12، ماشي، 2 عدد صحيح اللي هي دي، طب و2 على 12 أحطها في أنهي مكان؟ هقول له والله أنا هعمل عملية تقدير إزاي؟ قال لي هات لي نص المقام، نص المقام بتاع ال 12 هنا كام؟ قال لي 6. الاثنين اقل من الستة بكتير، قال له اه، كنت انا بقول له طالما الاثنين اقل من الستة بكتير يبقى دي هتكون اقرب للصفر. اقرب للصفر يعني معناها انها اقرب للاثنين هنا، تمام؟ ليه؟ لان انا عندي هنا هيكون الصفر بتاعي هو الاثنين، انا بدايتي هتكون من اول هنا، تمام؟ فانا معنى كده ان الاثنين اقل من الستة بكتير، اه، يبقى معنى كده ان الكسر ده هيكون قريب من الاثنين، يبقى كأنه مثلا موجود هنا، يبقى 2 و2 على 12. طب اللي بعده بيقول لي 1 و3 على 8، ركز معايا، انا عندي الواحد اهو، ماشي، يبقى انا الواحد هيكون هيطلع او التلاتة على تمانية هتكون بقى هنا موجودة في الحتة دي. طب التلاتة قال لي هات لي نص المقام، نص المقام اللي هو كام؟ قال لي بأربعة. التلاتة أقل من نص المقام بحاجة بسيطة اللي هو الواحد، اه، يبقى تاني جاي المفروض مثلا لو نص المقام هنا أو عندي هنا الأربعة هنا في النص أو عندي هنا النص ما بين الواحد والاتنين، اه، يبقى التلاتة على تمانية هتكون أقل منها بحاجة بسيطة اللي هي هنا، يبقى دي كأنها قلت له هنا 1 و3 على 8. طب اللي بعده بيقول انا عندي 4 و4 على 9، هات لي نص المقام اللي هو بكام؟ قال لي والله اللي هو 4.5، يعني الاربعه قريبه من 4.5، اه، يبقى دي قريبه من نص المقام بحاجه بسيطه خالص، اقل من نص المقام بحاجه بسيطه، يبقى انا عندي هنا 4 و4 على 9، يبقى انا عندي هنا اتني جاي عند نص المقام هنا بالظبط كده قريب منه واكتب هنا 4 و4 على 9. طب انا عندي هنا 4 و10 على 18، هات لي نص المقام، نص المقام بكام؟ ب9. ده انا عندي هنا مين؟ العشرة اكبر من التسعة بحاجة بسيطة، اه، يبقى معنى كده ان العشرة دي او الكسر ده ابعد من نص المقام بحاجة بسيطة. لو انا نفترض ان النقطة هنا في النص، نص المقام، 4 و4 على 9 قبله، اه، يبقى ال 4 و10 على 18 ديت هتكون بعده بحاجة بسيطة اللي هي هنا، يبقى انا عندي هنا في الحتة دي كده هيبقى مثلا 4 و10 على 18. فهمنا ازاي بحط الاعداد الكسرية على خط الاعداد؟ بعدها بقى هنستخدم التقدير عشان نجيب قيمة حاجة مجهولة، ركز معايا. لما قلنا أنا عندي الكسر ده لسه بقول مثلا إيه أكبر من النص بحاجة بسيطة، أه، طالما أكبر من 7.5 يبقى معنى كده إن الكسر ده أهو البسط أكبر من نص المقام بحاجة بسيطة، نص المقام اللي هو بكام؟ قال لي بـ4، يبقى معنى كده إن أنا عندي الكسر اللي ده بقول لي طالما أكبر من نص المقام أو أكبر قليلا من 7.5 يبقى معنى كده انه اكبر من نص المقام بحاجه بسيطه، يعني انا البي دي ممكن تكون كام؟ فاقول والله البي دي ممكن تكون 5 وممكن تكون 6، ليه؟ لان انا عندي برضو 6 اكبر من الاربعه بحاجه بسيطه. طب اللي بعدها بيقول انا عندي هنا مين؟ 3 و بي على 9، وبيقول لي والله هنا عاوز مين؟ قال لي دي تساوي تقريبا 4، طالما تساوي تقريبا 4 يبقى معنى كده ان الكسر ده قريب من العدد الصحيح او قريب من الواحد. يبقى تاني 3 و3 وكام على 9 وبي على 9، يبقى انا عايز اعرف الكسر ده قريب من الواحد، عشان لو بقى قريب من الواحد هيبقى 1 و3 يبقى 4 تقريبا. طب امتى الكسر ده يكون قريب من الواحد؟ قال له والله لو البسط قريب من المقام. فانا عندي مثلا البسط يكون اقل من المقام بحاجه بسيطه، يعني مثلا ممكن يكون البي دي 8، ممكن تكون ايه 8، صح ولا لا؟ لو هي بقت 8 يبقى معنى كده انها 8 على 9 قريبه من مين؟ قريبه من دي، يبقى خلاص فعلا عندي ديت مالها؟ شاطر، هتكون ديت قريبه من مين؟ من الواحد الصحيح. او ممكن تكون مثلا انا قلت دي ممكن تكون 8 وممكن تكون مثلا 7، لان برضو السبعه قريبه من مين؟ من التسعه، قريبه خالص من التسعه، يبقى دي قريبه من مين؟ من التسعه. مش عارف هات له نص المقام، نص التسعه اللي هو 4.5. انا عندي لو حطيت هنا 7 هيبقى السبعه اكبر من الاربعه ونص بكتير، اه، يبقى دي قريبه من الواحد. لو حطيتها 8 اللي برضو ال 8 هتكون اكبر من الاربعه ونص بكتير، اه، يبقى دي هتكون قريبه من الواحد. يبقى انا عندي بي البي ممكن تساوي 7 8 او ممكن تساوي كام؟ ممكن تساوي 7. يبقى انا ممكن يطلع لي اكتر من قيمه، مش شرط قيمه واحده، ممكن تطلع لي اكبر من ايه؟ من قيمه. انا واحد اعملها دي صح وواحد اعملها دي صح، مفيش مشكله الاثنين صح. نروح للمثال اللي بعده. هنا بقى بيقول لي برضو ايه 5 و ايه على 7 اكبر قليلا من 5. اكبر قليلا من 5 يعني معنى كده ان الكسر اللي قدامي ده وقيمته قليله خالص، ليه؟ لانه اكبر قليلا من 5، يعني معنى كده ممكن الايه ديت مكانها يكون عدد قريب من الخمسه، يعني تقديره بصفر. يعني لو حطيت مثلا 1 على 7 عايز اجيب التقدير بتاعها اقول له والله هات لي نص المقام اللي هو 3.5،
يبقى انا عندي الواحد اقل من 3.5 او اقل من نص المقام بكتير. اه يبقى ده قريب من الصفر، ولكن هو مش بيساوي الصفر، وانا بقول ده قريب من الصفر، يعني تقديره بحاجه بسيطه. يعني انا ممكن الايه ممكن تساوي مثلا 1، صح ولا لا؟ اه يعني عندي هنا صفر فعلا، ممكن الايه تساوي 1. ليه؟ عشان ساعتها هتكون اكبر من السبعه من الخمسه بحاجه بسيطه، هي 5 و 1 على 7. طب اللي بعدها بيقول لي يساوي تقريبا 3 و سي على 20 بتساوي تقريبا 3 و 3 على 4. بيقول لي هنا عاوز قيمه السي، اقول له ما فيش مشكله. وبيقول لي بيساوي تقريبا 3 و 3 على 4. طب ما انا ممكن يا سيدي ال 20 ديت ممكن اخلي المقام ده كام؟ ممكن اخلي الاربعه ديت بكام؟ هي رخرة اللي ممكن اخليها ب 20. اه ازاي؟ اقول له 3 و خلي بالك لما اخليها ب 20 يعني هضربها في 5، هيبقى الاربعه في 5 بكام؟ ب 20. طب ممكن اخلي دي في 20 برضو، قال لي كام؟ يبقى انا ممكن اخلي دي 15 عشان هضربها في 5، يبقى انا هضرب فوق هنا في 5 واضرب تحت هنا في 5. تمام كده؟ تمام. يبقى انا عايز اهو يساوي ده تقريبا. قال لي ممكن تكون السي دي اكبر من 15، صح ولا لا؟ يعني ممكن السي تساوي مثلا 16، ممكن السي تكون اقل من 15، يعني ممكن السي تساوي مين مثلا برضو؟ قال له والله ممكن السي برضو تساوي 14. يعني انا ممكن يطلع لها قيمتين، قال له اه، وممكن كمان يطلع لها ثلاث قيم، يعني ممكن السي برضو تساوي كام؟ ساعتها ممكن السي تساوي 17، وممكن السي تساوي 13. يعني انا كده كده ليه؟ لان انا عندي هنا ال 13 هتكون قريبه من مين؟ من 15، وال 14 هتكون قريبه من 15، كذلك ال 16 قريبه من 15، وال 17 قريبه من مين؟ من 15. فهمناها كده؟ ان انا ممكن يطلع لها اربع قيم، ممكن يطلع لها قيمتين، ممكن يطلع لها قيمه، وفي كل الحالات الحل صح. نروح للمثال اللي بعده. هنا بقى هناخد المهم عندنا، وهو تقدير المجموع او الفرق باستخدام القصور المرجعيه. اول سؤال معايا بيقول لي 1 و5 على 12 زائد 3 و3 على 4. بيقول لي انا عاوز اقدر المجموع بتاعهم، فاقول له بيساوي. اول حاجه انا عندي دي الواحد الصحيح هيفضل زي ما هو واحد صحيح، هات اكتبه واحد اهو. هات لي تقدير الكسر، هات لي نص المقام. نص المقام اللي هو كام؟ قال لي ب6. الخمسه قريبه من السته، قال لي اه قريبه جدا من الست، يبقى ده قريب من الاثنين من النص. زائد هات لي الثلاثه هتفضل زي ما هي 3. يلا انا عندي هات لي نص المقام اللي هو الاثنين، اللي الثلاثه اكبر من الاثنين بحاجه بسيطه، قال لي اه طالما اكبر منها بحاجه بسيطه، يبقى طالما البسط قريب من نص المقام بحاجه بسيطه يبقى ده قريب من النص، يبقى اقول له هنا النص بس. يبقى انا عندي 1.5 زائد 3.5 بيساوي كام؟ لو انا جيت حسبتها جنيهات ما اعرفش حاجه خالص يا عم، هقول له والله مش انا عندي جنيه ونص زائد 3.5 الناتج يدينا كام؟ قال لي 5 جنيه. تمام. طب لو انا عايز اعملها هنا هقول له والله بجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح، 1 و3 اللي يساوي 4. بعد كده هقول له زائد واحط المقامات زي ما هي، اقول 1 زائد 1 اللي يساوي 2. طب انا عندي 2 على 2 دي اللي هي اصلا بكام؟ ب1. يبقى 4 زائد 1 اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 5. طب اللي بعده بيقول لي انا عندي 3 وثلث ناقص 21 على 22. هو هنا مش عاوز ناتج الطرح ده على طول، هو عاوز التقدير بتاعه، فاقول له ادي الثلاثه تنزل زي ما هي. هات لي نص المقام، قال لي الواحد. آه نص المقام اللي هو 1.5. الواحد قريب من 1.5 حاجه بسيطه، اه يبقى معنى كده ان انا ده كانه قلت له ده ومين؟ ده قريب من النص ناقص 1 و هات لي نص المقام هنا، قال لي نص المقام هنا اللي هو 11. العشرة قريبة من نص المقام، أقل من نص المقام بحاجة بسيطة، قال أه يبقى ده برضه قريب من النص. يبقى هنا أقول له بيساوي. هطرح عدد صحيح ناقص عدد صحيح، يلا 3 ناقص 1 قال لي بتساوي 2. طب نص زائد ناقص نص قال لي ده بصفر، والصفر طبعًا ما بيتكتبش، يبقى الناتج طلع عندي بكام؟ ب2. حتى لو أنا عندي 3 جنيه ونص شلت منهم جنيه ونص اتفضل لي كام؟ قال لي اتفضل لي 2 جنيه. نروح للمثال اللي بعده. نفس النظام، أقول له والله أنا عندي هنا 9 وكام؟ أول حاجة اقدر ديت التسعه تنزل زي ما هي، يبقى ادي التسعه. هات لي نص المقام بكام؟ النص المقام ب5.5. الست اكبر من نص المقام بحاجه بسيطه، اه يبقى الكسر ده قريب من النص. بعد كده انا عندي هنا مين؟ انا عندي هنا 2 اهو زائد 2 و. هات لي نص المقام، قال لي 50. التلاته اقل من ال50 بكتير، يبقى معنى كده ان ديت تقديرها بكام؟ بصفر، يبقى خلاص ملهاش لازمه تتكتب. ساعتها اجمع عدد صحيح مع عدد صحيح، 9 و2 قال لي 11. طب انا عندي هنا النص، قال لي بلزق النص جنبها وخلاص، يبقى 11 زائد نص يبقى 11.5. اللي بعده نفس النظام، هقول له والله دي بتساوي، حط السبعه زي ما هي. قال لي يلا هات لي نص المقام بكام؟ قال لي بسبعه. الخمسه اقل من السبعه بحاجه بسيطه، الله يبقى ده تقديره بكام؟ يبقى ده تقديره بنص. ناقص 3 و اشد شرط الكسر. نص المقام بكام؟ قال لي ب 17، صح ولا لا؟ ب 17.
طالما انا عندي البسط، البسط انا بقول البسط قريب من نص المكان بحاجة بسيطة، يبقى تقدير ده بكام؟ بنص. بقول له بتساوي، يلا اطرح عدد صحيح ناقص عدد صحيح، 7 ناقص 3 اللي بتساوي 4، ونص ناقص نص اللي بتساوي 0، يبقى الناتج طلع عندي بكام؟ ب4. نروح للمثال اللي بعده، هنا نفس النظام، بقول لي برضو اقدر الكسور اللي عندي في المجموع والطرح. يلا اقول له اول حاجة الستة تنزل زي ما هي، شد شرط الكاس، نص المقام ده بكام؟ قال لي ب2، التلاتة قريبة من الاتنين بحاجة بسيطة، اه يبقى ده تقديرها بنص. طب عندي اللي بعده نزل الاتنين، بعد كده اقول له الواحد هات له نص الخمسة، ماشي نص الخمسة اللي هو كام؟ 2.5. الواحد اقل من 2.5 بكتير، اه يبقى من هنا ده تقديره بصفر. الواحد طالما اقل من 2.5 بعيد عنها شويه، اه يبقى خلاص. لو هي حاجه بسيطه مثلا، لو هي دي 2 وهنا 2.5 ماشي، كان تقديرها ديت نص، انما ده الواحد اقل من 2.5 ب1.5 لا بعيده شويه، اه يبقى تقدير دي بصفر، يبقى الكسر ده تقديره بصفر. تمام. بعد كده اقول له يبقى انا عندي 6 ناقص 2 يساوي كام؟ قال لي 4. طب فاضل عندي نص، خلاص بحط النص زي ما هو، عشان نص ناقص مفيش حاجه يدينا النص. بعد كده في الجمع، يلا هات النص المقام اللي هو بكام؟ قال لي ب15. ساعتها الخمسة أقل من الـ15 بكتير، أه يبقى تقدير ده بصفر، يبقى أنا عندي دي ب7. طب هات النص المقام هنا، قال اللي هو 1.5. الواحد قريب من الـ1.5 حاجة بسيطة، أه يبقى أنزل التلاتة زي ما هي وأقول له تقدير الكسر ده بكام؟ قال لي بنص. 7 زائد 3 اللي بتساوي 10، فاضل عندي النص، حط النص زي ما هو. هنا نفس النظام في الطرح، يلا الاتنين تنزل زي ما هي، هات لي نص المقام، قال اللي هو 17. الـ16 قريبة من الـ17 على طول، اه يبقى تقدير ده بنص. طالما البسط قريب من نص المقام تقدير ده بنص. انزل واحد زي ما هو، هات لي التسعة ديت نصها بكام؟ قال ب4.5. الخمسة قريبة من نص المقام بحاجة بسيطة، قال لي اه يبقى معنى كده تقدير ده بنص. بعد كده هنا بقول لي 6 و 1 على 3 ناقص 1 و 11 على 12، عايز تقدير، اقول له هات له نص المقام بتاع ده كام؟ اللي هو 2. الواحد قريب من الاثنين بحاجه بسيطه، اه يبقى معنى كده ان تقدير الكسر ده بنص. يبقى انا عندي هنا 6 ونص ناقص 1 اهو زي ما هو. عندي هنا مين؟ عندي 11 على 12، هات له نص المقام اللي هو بكام؟ قال لي ب6. ال 11 اكبر من ال 6 بكتير، اه يبقى تقدير ده بواحد. يبقى انا عندي 1 و1 اللي يبقوا 2، فهمت انا عملتها ازاي؟ يبقى انا عندي ده تقديره هيبقى بكام؟ ب2. يبقى تقدير ده طالما طلع بواحد ازود على ده واحد، خلاص يبقى واحد يبقى واحد يبقى 2. يبقى انا عندي 6 ناقص 2 بكام؟ هقول له والله بتساوي 4، والنص ناقص ما فيش حاجه قال لي يبقى بتساوي نص. اخر مثالين معايا، بقول لي انا عندي هنا مين؟ 5 و3 على 4 زائد 2 1 على 9، هات لي نص المقام اللي هو بكام؟ قال لي اللي هو ب2. الخمسه اكتبها زي ما هي، التلاتة أكبر من نص المقام بحاجة بسيطة، أه يبقى تقدير دي بنص. زائد 2 أهي، 1 على 9 تقديره بكام؟ هات له نص المقام اللي هو ب4.5. دايما لما يكون البسط عدد صغير زي الواحد والمقام عدد كبير يبقى تقدير ده بيكون بصفر. تاني لما يكون البسط عدد صغير زي الواحد والمقام عدد كبير يبقى ده غالبا أو ده بيكون تقديره بصفر. فأنا عندي هنا الواحد أقل من الـ4.5 بكتير، أه يبقى تقدير دي بصفر. فساعتها هجمع بقى 5 و2، قال والله 7، وفضل عنده النص، بحط النص زي ما هو. اللي بعده عندي 7 زي ما هي، هات له نص المقام، قال لي ب15. الخمسة أقل من 5 و16 بكتير، أه يبقى تقدير دي بصفر، يبقى ما اكتبوش. نزل التلاتة زي ما هي. بعد كده عندي هنا مين؟ قال له والله 3 و1 على 3، تقدير دي بكام؟ هات له نص المقام، قال لي اللي هو ب1.5. واحد بكام؟ 1.5، يبقى دي 1 و الواحد قريب من 1.5 بحاجة بسيطة، قال له اه يبقى معنى او قريب منه على طول، اه يبقى تقدير دي بنص. ساعتها اقول له بقى اجمع ده صحيح مع ده صحيح، 7 و3، قال له 10، وفاضل عندي النص، بحط النص زي ما هو. ونكون كده ان شاء الله خلصنا درسنا النهارده، وانت زورونا ان شاء الله في حصة جديدة ودرس جديد. طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت سبسكرايب، اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية، مع السلامة.